الله يساعدك حجي. هلا حجي. ايه حجي جاي فاتك الموضوع. وشنو هذا الموضوع حجي؟ جاي الخطاب على زهرة وحبي يتبلغ. شكوا بيها على سنة الله ورسوله، وهاي سنة الحياة. منين هذا الولد؟ شلون جاكم؟ عن طريق من؟ حجي هو وياها بالكلية وخوش ولد. هذا الشيء مستحيل يصير الا اتاكد من الموضوع بنفسي. حجي بحقك تسال، هاي بنتك هي تعرف حق المعرفة، وصار لها 4 سنوات وياها بالكلية. ما دام وياها بالكلية وتعرف حق المعرفة، اذا ردي لهم خبر بالرفض. حجي بس خلنا افهمك. ولا نص كلمة وقوموا يمشي منا. يلا يلا. اي ماما مثل ما قلت البنات ظلت والف وحدة تتمناني. يمه الف وحدة تتمناني 2001 هذا الشيء ما يهمني. اي ماما بس اهدأ، ابوها رفض شابع شو مسوي؟ شلون ابوها رفض؟ هذا الحكي ما يصير بالتليفون، انا جايج. الله يساعدك يمه. تمام الله يساعدك. يمه هذا الشيء مستحيل، جاي اقول لك اخذها يعني اخذها. يمه ساعدك بالموضوع، ابوها رفض وبنات الناس هواي. ها ابوها رفض، يمه انا راح اتصرف بالموضوع. ولك يمه ايش راح اسوي؟ ما ناخذ المشاكل. يمه لا تخافين، لا اسوي مشاكل ولا شيء، راح اروح بنفسي واخطبها من ابوها. في مال الله يعافيك. ويج ماما ما سويت اذي نفسك حرام. ليش ماما تبني صغيرة حلوة حبابة ألف واحد تتمنى؟ ليش هيش؟ ليش هيش تسوي بروحك؟ لا حمد الله، شو تسوي هاي؟ ولك يا مرة سمعيني كل الزين، احنا ما عدنا مرة تحب لها واحد. شنو والله كان وياها بالجامعة وتتزوجت؟ احكي وياها احسن إلها. تسوي لها حجي بنتك من بارحة اليوم لا أكل لا شرب وقاضيتها بس بكي. طبها مرض؟ كل هذا اللي جاي يصير من ورا تربيتك وتطمطميلها منا ومنا. ايش فيك حجي؟ هل كيفك وياها؟ ولك كل هذا جاي يصير وتقولين ايش فيه؟ تتذكرين لو اذكرك؟ خلي اذكرك، تتذكرين من؟ الف الحمد لله والشكر ابو زهره، واخيرا بنتنا نجحت من السادس وطلعت معدل حلو وراح تروح للجامعه. وشنو عود هسه انت فرحانه؟ اي شيء اكيد افرح ابو زهره غير بنتي هاي. يا معودة احنا ما عدنا مرة تدخل للجامعة، رجاء سدي هذا الموضوع. ابو زهرة تحكي صدق؟ طبعا احكي صدق، وشنو تردين هالداوم بالجامعة؟ احنا شنو نعرف شي يصير ما يصير وراها؟ هي ايش راح تسوي راح تداوم؟ شوفي اذا تريدين هالداوم خد داوم، بس انا ترى ها ما قابل على هذا الدوام ورافض الجامعة وهاي السوالف جملة وتفصيلة، وراح يجي يوم واذكرك ام زهرة. ها هسه تذكرتي لو لا؟ يعني كل بداية تروح للكلية مو شريفة، نبتنا شريفة وانت مربيها على ايدك. ايه سكتي سكتي بالله، مربيها على ايدك وما ادري شنو. خل اروح اقوم اشوف منو بالباب احسن لي. اجاك اجاك. السلام عليكم. اه هذا ميدو، ايش جابه؟ سوي طريق الخطارك، لو خطارك يفر وجهه ويروح. اذا اطرده هاي مو من شيمنا واحنا اهل اصول. والله حيره خلى دخله احسن. تفضل تفضل. يا الله شلونك عمو؟ ان شاء الله بخير. هلا بك عمي حياك الله. ولك مشمش تعال جيب هذا الماي. هاك عمي اشرب ماي. عمي من عادات العرب اذا دخلوا البيت ما يشربون وما ياكلون اي شيء اذا ما تنقضي سالفتهم. وسالفتك مستحيل تنقضي، وهذا قلاص الماي ما راح تشربه ببيتي. تفضل اطلع برا من غير مطرود. مش 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 تعال تعال. زهره روح شوف لي ابوي جاي يحكي ويا الولد. مستوى وديت لهم ماي وقال لي روح. بالله روح شوفهم هسه جاي يحكون. يلا عمو راح اقول لك شغله وخليها ببالك، راح تتندم بعدين وتتذكر هذا كلامي وراح تدمر حياتي وحياة بنتك. تفضل اطلع برا وبعد دير بالك تتجرأ وتوصل لبيتي. اه هذا ابوي طرد الولد. انا راح اقول للزهرة. زهرة زهرة. هذا ابوي طرد الولد. اه طرد ميدو. ولك زهرة سمعيني كل زين، اعطيني موبايلك. اعطيني اياه. اعطيني اياه ولك. شوفي طول حياتك راح تظلين قاعده بهاي الغرفه وزواج بعد ماكو. ما دام ابوي هيك تصرف وياي الا اخلص من هاي الدنيا وانا ادمن. شلون افتح الموضوع ويا عمي؟ انا بديها وياه، شلون انهيها؟ واكيد راح يطردني. عمو انا جاي على زهره. اوقف عمو. عمو انا قابل وانا كنت انتظر هذا اليوم
اللي انطيك بيه بنتي لان انت تستاهل خوش ولد. ها وعرسك كله على حسابي وباكر. صدق عمو؟ لا لا عمو لا 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 هي صدق. ومثل ما قلت لك وعده شاكي روح رتب امورك وشوف حالك وان شاء الله الامور كلها ان شاء الله. يلا عمو رخصته. الله وياك. خلي اروح ابلغهن هي وامهم خلي يحضرون نفسهم. ولك يا مره شفتي بنتيك اكلت شربت؟ والله بنتك لا راضيه تاكل ولا تشرب قاضيتها بكي ونوم شو نسوي لها؟ ولك شوف اسمعيني كل زين روحي جهزي بنتيك وحضروا اموركم لان باكر زواج بنتيك على ابن عم وانا رايح. حسبي الله ونعم الوكيل. خلني اروح اقلها لك ماما فدوا روحك ليش لكم راح تموتين؟ ماما ما اريد ابوي اللي يزوجني ابن عمي وانا ما احبه. قلت ماما بعد شو نسوي؟ هذا ابوك اريد يزوجك ابن عمك غصب حتى لو ما تحبينه بس زوجيه والله كريم. يما جاي اقول لك ما اريد اتزوجه ما اريد اتزوجه واذا ابوي زوجني اليوم الا سبب روحي شي. ولش تعالي يا ماما ولش وين نحط وجوهنا شن قل للعالم ولك امشي امش امشي بلغ جيرانك ولا قوم يا ابويا يا ناس اختي انتحرت يا ناس لك شنو هدوء شو اخبار زهرة عطوك يا ماما؟ والله يا اخوي ايش اقول لك ابوها قافل كلش راحت امي ورفض رحت انا وهم رفض انه بريد يزوجها لابن عمها يا اخوي بعد شو تسوي؟ هذا اختي انتحرت اقول لك هذا مو اخو زهرة يقول زهرة 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 لك يا وصفة انت الخريج صار بك هاي على موت ابنين وصفة يا الله زهرة ماما ما ماتت زهرة هاي هاي عايشة زهرة زهرة انت قتل الزهرة انت قتل الزهرة زهرة زهرة عمو راح اقول لك شغلة وخليها ببالك راح تتندم بعدين وتتذكر هذا كلامي وراح تدمر حياتي وحياة بنتك وراح تدمر حياتي وحياة بنتك. قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تخيروا لنقفكم فإن العرق دساس.